يعني سلمى، بعد أيضا صدور نتائج البكالوريا، الأهالي عم تستعد نفسيا لمرحلة مصيرية لأبنائهم، وهي مرحلة الجامعة أو الاختصاص الأكاديمي مثل ما بيقولوا. كيف فيه يختار ابنه الشيء اللي هو بده اياه، وكيف فيهم يعملوا له دعم نفسي يوافقوه، مو دغري هن يفرضوا شيء معين هن بدهم اياه وهو يمكن ما بيرغب فيه. لأنه دائما سلمى الرغبة بشيء هو بخليكي تنجحي فيه، دافع. إذا بتحبيه فأنت بتنجحي فيه. هدول المواضيع كلهم حتجاوبنا عليهم ضيفتنا لليوم الدكتورة خيرية أحمد، اختصاصية اجتماعية ونفسية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. سعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي سعد صباحك. صباحك يا رب تسلمي. يعني بداية هي المرحلة اللي هي بعد صدور النتائج، صرنا قدام مرحلة الاختيار بأنه فرع بده يفوت الطالب، وهون بتبلش بقى خليني أقول القصة المشتركة بين اختيارات الطالب واختيارات الأهل. كيف ممكن تتحقق هي المعادلة بشكل مناسب لمستقبل الطلاب؟ تمام. مرحلة هي مرحلة كتير مهمة، سواء كانت مثل ما تفضلتوا على الطالب بحد ذاته أو كانت على الأهل، لأنه بيصير فيها جملة من التغيرات اللي هي بتكون موجودة عنده. تغيرات أول شيء نفسية، هي ما عنده قدرة على اتخاذ القرار، في تخبط دائما بالرأي، في دائما عم بسأل أشخاص كتير، أنا بعرف أنا ما بعرف، ما عم بيقدر ينام، في كتير هواجز عم بتصير، في مشاحنات بينه وبين أهله وبينه وبين رغبة الأهالي اللي هي عم بتكون لتحقيق لطموحاتهم ورغباتهم اللي هي بتكون موجودة عندهم بشكل سابق، ما قدروا يحققوا فبدنا نحققوا بطفلهم. فهي المرحلة جد طبيعية نكون فيها قلق، بس أحيانا بيصير فيها مشاكل مبالغ فيها من خلال التهويل والحالة اللي بيحطوه فيها الابن الموجود فيها. هلأ هون دور الأهل هو للأسف لازم يكون، هو عم بيكون عكس ذلك، هو لازم يكون داعم، بس هو عكس ذلك عم بيكون، لأنه مثل ما تفضلت سالي من شوي وقت عم تحكي وتعرف على الموضوع، قالت إنه هن عم بيحققوا رغباتهم، عم بيحققوا طموحاتهم. للأسف بهي المرحلة بيصيروا الأهالي إنه أنا كان بدي أدخل طبيب فأنا ما حققت طموحي لغرض ما، مثلا ما قدرت كفي حياتي، مثلا كان صعبة، كان عندي مسؤوليات، كان عندي أي شيء، كان ما قدرت كفي متابعة دراستي، فأنا بدي أحقق هذا الشيء ورغبتي بابني. فهون بصير المشاحنات. أحيانا كثير أمثلة كانت تمرق عنا، حالات كانت بالإرشاد كاستشارات تكون إنه هو مثلا بده يدخل فنون جميلة لنفترض، هن لا مصرين بدك تدخل أنت مهندس، إنه دائما في سمعة بتلحق الاختصاص. هلا هون لازم كتير يكون في وعي بالنسبة لهدول الأشياء، مو بس للأهل، حتى وعي مجتمع، وعي إعلامي. الإعلام يلعب دوره بشكل كتير طبيعي. الجامعة، هلأ الجامعة هي ما عم بتأثر بهذا الموضوع، مو دفاعا، بس بعض الطلاب الجدد هن ما بيعرفوا شو الجامعة بتقدم، وهذا غلط. لازم الطالب وقت بده يدخل على فرع جامعي، في بالوزارة التعليم العالي في دليل، احيانا دليل موجود بيقول لك، بيصف لك كل فرع جامعي شو الاقسام اللي هي موجوده فيه، شو المخرجات، شو المواد اللي انا بدرسها، كم سنه انا بكون موجود. فهدول الاشياء هي ثقافه للاسف ما بيطلعوا عليها يعني الطلاب الجدد اللي هن لازم يدخلوا على الجامعه. وكمان بنفس الوقت في كثير فعاليات ومبادرات تنعمل، سواء كان منظمات وجمعيات اهليه، مثل السنه الماضيه كانت بالأمانة السورية للتنمية عملت اختياري مستقبلي، يلي هو كمان جمعوا عدد كبير من دعوة، كانت لطلاب هن تخرج حصلوا على شهادة الثانوية وبدهم يدخلوا جامعة. فأنا بهي المبادرة وبهي الفعالية كان في تعريف عن الاختصاصات الجامعية شو هي، كيف أنت لازم ادخل هذا الفرع ولا هذا الفرع. حتى نحن، حتى الأهل أحيانا هن إذا ما كانوا بدهم يحققوا رغباتهم، بس هن ما بيدلوا بطريقة صح ابنائهم، لأنه بيكون هو مثلا بحب الرياضيات وبحب الفيزياء، طب أنا أدخل رياضيات ولا فيزياء؟ هو تقول في تقبل من الأهل بهذا الفرع وفي تقبل بهذا الفرع، بهون شو الدور اللي أنا لازم أخذه؟ أنا كشخص رجع هلا الاختيار لإلي، فهون بيلعب كثير دور هو مثل ما تفضلتي كمان من شوي، حب العمل لشيء. يعني أنا اليوم وقت أنا كمان بدي أدخل لفرع ما، فلازم يكون عندي حب وشغف لهذا الشيء اللي أنا موجود فيه، لأنه دائما دائما أساس نجاح أي شيء هو الحب للعمل، حبي للشيء اللي أنا موجود فيه. يعني مثل ما ذكرنا، بس الإنسان يحب شيء فهو بيبدع فيه. أحيانا دكتورة العلامات بتلعب دور، يعني أحيانا بتخيب أمل الطالب، وأحيانا لا بيكون على الأد، وأحيانا بيضطر الإنسان يعني يتجه لخيار آخر، مسار حياته كله يختلف، مسار حياته كله يتغير. اللي مراهن مثلا على علامات، خلينا نقول الطب، والطب ما طلع له أو شيء تاني، فهون دور الأهل لازم يكون موجود بوضع، خلينا نقول
خيارات اخرى تماماً. بما يتلائم ايضا مع الشخص. قديش كمان هي عمليه ما انا سهله خصوصي انه بيكون الطالب متضايق محبط بهذه المرحله. صحيح هلا بس بدي ذكرتيني بنقطه لازم احكيها كثير مهمه كمان علينا نحن ذاتنا يعني بحياتنا. صحيح. العمليه في شيء اسمه بالحياه هو للشخص الذات المثاليه والذات الواقعيه. يعني نحن دائما بنعرف قدراتنا بنعرف حالنا كثير منيح. ما في انسان هو الا ما بيعرف حاله. يمكن ما بيعرف حاله بنسبه 90% او 100% بس هو لنقول نسبه 60% بيعرف حاله بيعرف شو نقاط الضعف ونقاط القوه اللي موجوده عنده. فنحن دائما في ذاتنا الواقعيه بنعرفها بس نطمح للذات المثاليه وهذا مو غلط. كل انسان بيطمح يكون افضل بيطمح يكون يحصل على اعلى شيء هو بده اياه سواء لحقق كمان رغبه اهلي ويفتخروا فيه وانه انا ابني حدا كثير شاطر ومميز او انا كشخص حققت ذاتي. هو من اهم الحاجات النفس الحاجات الانسانيه اللي حكى عنها ماسلو يعني هذا امر طبيعي جدا. بس انا هون الفرق اللي بده يصير عندي انا كيف بدي فرق بين ذاتي الواقعيه وذاتي المثاليه. انا عم بطمح لشيء بس يا ترى انا امكاناتي وقدراتي هي بتهيئني لهذا الشيء اللي انا عم بطمحه. مثلا انا مستواي الذكائي وسط ذكاء اللي عندي هو وسط فانا بطمح اكون مثلا طبيب فما بتزبط معي اكيد. لا لانه انا مستوى قدراتي هي موجوده قد ما تعبت وقد ما اشتغلت وقد ما صار عندي جهد. طبعا المثابره والعمل والجهد اكيد بتعطي نتائج مشان ما يقولوا هلا انه قد ما كنا قد ما كنا ما نشتغل على حالنا. اكيد لا قد ما كان الواحد عنده بيشتغل وبيشتغل على حاله وبيدرس بيواصل وبيثابر وبيجتهد فهو رح يحصل اكيد نتيجه. بس انا كمان بدي اعرف شو انا قدراتي. يعني انا مو بكون حد انا مثلا عندي بالذكاء المكاني انا حدا كثير ما قدراتي ضعيفه بالذكاء المكاني بيجي بيقول انا بدي اعمل لكم ارشاد سياحي اكيد ما بتزبط معي لانه انا ما بقدر قدراتي هيك بسيطه. حاولت مكن من حالي مره ومرتين وثلاثه بس ما قدرت. هاي صحيح. مستوى الحدود اللي انا موجوده عندي. فكثير انا مهم فرق انا كذا كان انا كشخص لانه وقت انا عم هول قدام اهلي وانا عم اقول مثلا بطمح بس انا عم هول عم بقول انا بدي اكون طب فانا قدراتي ما بتناسب الطب. يمكن قدراتي بتناسب فرع هو وسطي بسيط. ما بدي اذكر اي مثال عشان ما اقلل من اي اهميه اي اختصاص كان موجود لانه كل الاختصاصات هي مكمله لبعضها وكلها هي لها اهميتها بمجتمعنا اكيد. يعني والشيء الثاني اللي كمان هي غير الذات المثاليه والواقعيه اللي كثير لازم نفهمها نحن قبل ما يفهموها اهالينا ويدركوها بطريقه سليمه هو الشيء الثاني اللي نحن كمان احيانا بعض الشباب بيتجهوا لفرع بس هو لرغبه احد الاشخاص. يعني رفيقي فانا رفيقي دخل هندسه انا بدي ادخل هندسه مثله بدي اتابع مسيره الدراسه معه. هو ما نعرفان انه مثلا هلا عندنا بحياتنا صار في شيء اسمه احتياجات سوق العمل. يعني أنا اليوم كتير مهم نحن بعصر التكنولوجيا في اختصاصات كتير مهمة هلا أنا واكبة وادخلها وهي فعلا في نقص فيها. هلا وزارة التعليم العالي بتقول وعم تشتغل على هذا الأساس بس ما بعرف قديش النسبة ما عندي معلومات أكيدة بهذا الموضوع إنه نحن عم نشتغل عم نرصد يعني عم نطلب الاحتياجات تبع الأفرع وفق الاحتياجات العمل سوق العمل اللي هي موجودة. هلا هذا الشيء حلو كتير مناسب بس أنا كمان أنا أعرف حالي شو بدي. اليوم أنا مثلا شاطر بالإلكترون يا ترى ادخل الكترون ولا كهرباء مين السوق اللي هو ماشي اكثر. طيب هون كان بدي اسالك بما انه نحن عم نحكي عن الاهل ودورهم بهي المرحله يعني خلال سنوات الدراسه بشكل عام الاختيار للمستقبل ما بيجي بس بالبكالوريا. اكيد انه انا اليوم ابني نجح بالبكالوريا شو جمع علامات وانا شو بدي وبنقعد وبنعمل هي الجلسه تماما. لا. طيب نحن بشكل عام دائما بنقول راقبوا اولادكم خلال صحيح. السنوات الا ما يكون في موهبه الا ما يكون في شيء معين. انا بعرف انه ابني مثلا خلال 4-5 سنين مثلا تمام. هي الماده هو بيستهويها هذا تمام. الفرح هو بيدرس فيه اكثر. صحيح دراسه رغبات الابناء والعمل على تنميتها ليوصل ويختار انه الشيء اللي بده يدخله بيكون متناسب مع قدراته مثل ما عم تقولي لانه القدره هي الاساس. قد ايه مهمه وقد ايه الفتره اللي لازم يراقبوا فيها. يعني اليوم اذا بدك تعطي طريقه للاهل يراقبوا ميول ابنائهم ميول علميه رح تفيدهم بحياتهم الاكاديميه كيف. حكيتي كلام جدا مهم لانه نحن اليوم عم نقول كيف بدنا ناخذ قرار. هو ما انا وليد اليوم اكيد طبعاً. نحن اي قرار بحياتنا سواء كان اكاديمي ولا اي شيء ثاني هو وليد خبرات سابقه ومواقف حياتيه انا عشتها قولا واحدا بالاضافه للخبره القدرات والامكانات اللي هي موجوده عندي. فانا اليوم وقت بدي اخذ اي قرار بدي اعرف خبره سابقه مرقت فيها. هلا وقت بيختاروا لاعطيكي مثال على الاكاديمي وقت اختار بين الادبي والعلمي كمان كان هذا اختيار تماما. فانا كيف توجهت لهذا الاختيار لا اساسه هو من بدايه من صف الروضه ببين الطفل ميوله هو للمواد العلميه الرياضيات ولا ببين مواد النظريه الشعر والكتابه والتعبير اكثر حتى بيكون من طريقه حديثه ومن طريقه كلامه طلاقته بالحكي هذا كله بيلعب دور كثير كبير. بقول لك هذا حكاوجي تمام هذا احكي لنا مثلا سردنا شيء قصه في المصادر حكاوجي رح يطلع اعلامي فورا دغري هلا صح هي مؤشرات هي هلا هي ما انا دقيقه 100% اكيد بس هي مؤشرات كثير بتلعب دور كثير كبير
كثير اكيد، وهذا الشيء مثل ما تفضلتي ما أنا من وليد يوم ولحظه، اكيد لا، هو من ايام وقت انا طفلي بلش شوي يدرك وبلش يقول لي بدي العب اللعبه الفلانيه، وقت يلعب مثلا ميكانيك، يلعب المكعبات يرتبها بطريقه هندسيه، هذا كله مؤشرات عم يعطيني اياها الطفل باسلوب غير مباشر لحتى انا احطها بذهني وادركها واشتغل عليها. تمت كانت صار فيها طريقه ابداعيه، فهو فعلا هو متميز بهاي المواضيع، ما تمت بتميز بشيء ثاني اكيد راح يبين بالايام الجايه اللي هو راح يكون في وعي اكثر، يعني هو راح يصير هو لحاله ينضج بهدول الاشياء اللي هي موجوده عنده. فهون مثل ما تفضلتي المتابعه كثير مهمه بين الاهل، لانه انا ما بدي اقرر بين يوم وليله، بدي اقرر ضمن خبرات كثير هي كانت سابقه اكيد. نعم، يعني عدة خلينا نقول عوامل هي بتعطي مؤشرات لكيف الإنسان بده يتجه بمسيرته الحياتية بمسيرته العلمية. يعني مثل ما قلنا البكالوريا هي مرحلة مصيرية لأنه هي بينتقل فيها الطالب أو الطالبة أو الشاب، خلينا نقول ما الطلاب صاروا شباب وصبايا، لا الجامعة اللي هي ممكن تغير لهم مسيرة حياتهم. نرجع منقول الدور الأكبر هو للأهل، وأيضا عم نشوف وعي الأهل يعني بهيدا المرحلة مختلف عن المراحل السابقة. أكيد كثير. جدك كان قاضي، بدك تكون محامي وبدك تصير مثله، سلسلة العيلة يعني احنا تماما، هي ما لها شغلة وراثية بقدر ما انه هي شغلة. قديش مهم انه الاهل معلش يتقبلوا احيانا لو هن بحبوا ابنهم وبدهم اياه احسن حدا بالعالم، يعني هي من باب الحب. أكيد. هي انه أكيد. انا بدي اياك دكتور قد الدنيا، بس هو ما بحب يكون دكتور قد أكيد. الدنيا، بحب يكون شيء هو بناسب ميوله ورغباته. قديش هيك المرونة مطلوبة، قديش الشراكة بين نوجد الأب والأم إن شاء الله أيضا أنه يقنعوه، نقاش في نقاش أكيد. هلأ الحوار والنقاش هو مفتاح أساس الاختيار، يعني أنا اليوم وقت حتى الطفل الشاب مثل ما تفضلتي هو حتى لو كان متمسك كتير كبير برأيه يمكن ما يكون على صح، مثل ما تفضل مثل ما حكيت من شوي انه يمكن لانه رفيقه، هو يمكن رفيقته بدها تكفي جامعه وهو بده يكفي معه، يعني في عامل عم يدفعه لهذا الشيء هو غير منطقي غير صحيح. فانا هون ما لا يعني دائما بهي المرحله حصرا، لانه هي مرحله حساسه ومصيريه وهي مستقبل كامل لقدام، فانا لازم هون اسمع، يعني ما اكون حدا تبع الامر والنهي. طبعا احنا العيله كلها قضاة، كلكم تكونوا قضاة، ممنوع حدا يطلع برات العيله. صحيح. هذا الشيء بصير وصم اجتماعي غلط، يعني بصير عار على العيله اكيد، هذا الشيء ما هو صحيح ابدا. فلازم اعطيه مجال للحوار، مجال للحكي انا وياه لحتى افهم شو الافكار اللي بباله، يمكن تكون فكره انا غايبه عني، هو يمكن يغني لي اياها، يمكن يقنعني فيها اكثر. في هلأ الوقتنا صار في مرونة أكثر من الجيل الماضي شوي، كان كتير في تشبس بالرأي، كان في كتير شيء، وأكبر دليل أنه هلأ كتير صار الطلاب خضعوا لرغبات أهاليهم. بس بتلاحظي نسبة كتير كبيرة إذا بتعملي مقارنة أو إحصائية بطلاب الجامعة، أول شيء ما نجحوا، ثاني شيء غيروا الفرع، يعني هنا درسوا أول سنة وسنتين الرغبة اللي كان بدهم أهاليهم فيها ما قدروا يثبتوا نجاحهم فيها، أو ما حبوا ما تابعوا ما كان في هالشغف والحب بالدراسة، فهن فوراً تركوا الفرع وانتقلوا للفرع اللي هن بيناسبوه. فالأهالي خلاص أنه هو عمل الشيء اللي بده إياه، يعني بهذا الوضع هن أبداً ما كانوا مرنين، هن سببوا مشاكل نفسية سيئة للطفل، للشاب أكيد ضيعوا له وقته، وحتى سببوا له كثير مشاكل. راح سنتين من عمره بكلها كانت مأساة ومعاناة، كلها كان فيها نوع من الإحباطات المتكررة أكيد. أكيد يعني دائما الاختيار هو أساس النجاح أكيد. بالحياة أوقات بنفشل بالاختيار وبنكون لعوامل متعددة، إما نحن ما عرفنا نقيم حالنا، أو أهلنا مشينا وراء خيار أهلنا ونحن ما لنا قادرين على هذا الشيء. انتهت خلاص، خلصت حياتنا الأكاديمية؟ أكيد لا، أكيد لا. كمان من هذا الكلام بدي انطلق من فكرة مش شوي حكينا أنه هذا حكي وجيه بيصير إعلامي، هو مثال عن الإعلام. يمكن في كتير أشخاص نحن موجودين بالإعلام بس هن ما لهم علاقة بشهادة الإعلام، يعني هن ما خريجين إعلام بس هن عم يزاولوا هاي المهنة. هلا أنا بقول بهذا الظرف هلا هو يفضل ما يكون موجود، هاي الحالات تكون خفيفة كتير وما أنا موجودة، اللي أنا دخلت غصب عني هذا الفرع اللي أنا بديها، بس تم الأمر وصار، فأنا شو بعمل؟ لا أكيد أنا إذا كنت عندي قدرات بتناسب هذا الفرع بس ما عندي حب لإله، فأنا لازم أمشي فيها، ما أوقف أبداً، أمشي فيها ونمية. والشي اللي أنا بدي إياه فيني نميه بمجال مهنة تانية، يعني أنا بكون فيني عم بدرس اختصاص لأنا ما بدي إياه بس قادر أمشي فيه،
بدون ضغوط نفسية أكيد، يعني ضغوط تكون بسيطة قادر أتحملها، عندي قدرة على التحمل والصبر ومتابعة بهذا الموضوع. وكثير حالات كانت مرأة، وأكبر دليل ما بدي أذكر اختصاصي، واختصاص قريب للتدريس وهيك، فكانوا يدخلوا في كل ما هي في، يعني كان في إشكالية بسيطة أنه نحن كنا ندخل أفرع بس لأنها هي ملتزمة، أنا بعرف عندي وظيفة الدولة فيها، فأنا خلاص رح أتوظف ومأمن وظيفتي. فكثير أشخاص أنا طلاب درستهم بالجامعة، يعني أنا دائما كنت أطلب منهم اكتب لي سير، اكتب لي أربع أسطر عنك، فكله كان يكتب لي. أنا دخلت عن عدم رغبة بس دخلت لانه هي ملتزمه، فكثير حالات بس بالرغم هيك نجحوا وقدموا نجاح وبنفس الوقت اشتغلوا بمجالات ثانيه، فانا ما بوقف بالعكس انا بنجح، مع اني ماني حابب كثير بس انا بقدم اللي علي، بنجح بالشيء المطلوب وبنفس الوقت بنمي موهبتي الثانيه، فيني افتح شغلي الخاص اللي هو بناسب الشيء اللي انا بدي اياه، يعني اكيد الحياه ما وقفت عند هي المرحله لا، بس هي بدها وعي وبدها انا اكون مرن كثير مثل ما قالت سالي، المرونه كثير مطلوبه بين الشخص ذاته الطالب ما يكون العصبي، اللي انا هلا بدي اسعى على استقلال ذاتي، انا صرت هلا مسؤول عن حالي، اوكي مسؤول عن حالك بس كمان انت مرتبط باسره، مرتبط بعائله، مرتبط بحياه، انت اكيد ما فينك تستقل عن حالك هلا مبدئيا، فبدك شويه تروي شوي مع شويه هدوء وحوار بيكون اختار الفرع اللي هو بناسبه وحب الشيء اللي عم يشتغله، واكيد حب ونجح بالشيء اللي هو رغب له وناسب قدراته وامكاناته. يعني ان شاء الله يا رب، يعني مع هالكلام وهيدي المعلومات اللي ممكن تفيد الجميع وخاصه يلي هلا ابنائه عم ينتقل لمرحله اخرى، بدنا نتمنى كل حدا يحقق طموحه وكل حدا يحقق حلمه، وبدنا نشكرك كثير دكتوره ونتشكر هيدا المعلومات ووجودك معنا، واكيد الصحه لك ولعائلتك. شكرا لكم وتضلوا بخير يا رب. شكرا لك دكتوره خيريه احمد، اختصاصيه اجتماعيه ونفسيه، على كل المعلومات اللي قدمتيها. بنتمنى الكل فعلا يكون استفاد منا وقدرنا من خلال هاي النقاش نساعدهم بالاختيار ان شاء الله. شكرا لك.